حذر عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي من عدم استطاعة الحكومة تسديد رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الضرورية. وقال السعيدي أن قانون الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2020 عبارة عن قانون اقتراض مغلف بإطار الموازنة لسد عجز الرواتب، لا سيما شهر أيلول الذي يقدر قيمة العجز ب 3 تريليونات دينار. ولفت السعيدي إلى أن الحكومة تعمل على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب للاقتراض عن طريق سندات خزينة من البنك المركزي العراقي.